السلام عليكم الغزولات ديالي، كي دايرين العميمرات؟ كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. جيت معكم بهذا الفلوج الجديد، مي ماشي ايتها فلوج، هذا واحد الفلوج راني هضرت لكم عليه وقلت لكم عندنا واحد الخرجه مع صاحبه بمراد وصاحبته، ولكن واحد الخرجه غادي نحقق فيها ان دو مي غاف واللي ما طيح لكمش في العقل نهائيا. معايا مراد المهم رحنا ماشي جادين ترك الارجنتي. ما علينا البنات، واحد الحاجه غادي يكون في هذا البلوك، ديجا غادي تكون خرجه معنا، غادي نمشيو ناكلو الا بقى لنا شي شويه الوقت ناكلو مع صاحبو وصاحبته، والمهم وداك الساعه نكملو هالارجنتي. واحد لو غيف لي ما قدرش نوصفه لكم، مفاجاه ما يطيح لكمش على عقلكم، يعني دائما جي غيفي او جو كرو سي لو غيف دو طول موند. نو سي با طول موند مي فوالا، غادي نحقق واحد الحاجه اللي ما عمر كنت كيسحب لي بلي سي بوسيبل، ولا من امبوسيبل رجعت بوسيبل. الوغ نيزيتي با تجلسوا هنايا غادي تشوفوا سي كوا. جو سوي تري تري اكسيتي، ما بغيتش نحرق عليكم مراحل، مي فريمون غنوري لكم اللي كاين وفين وهذا، وحتى نتوما الا بغيتوا ديروه بيان سو غادي ديروه. ما علينا، حنا واصلين دابا للبياج، غادي نقول لكم يلا هو نشوفكم دابا شويه وتغياليزيو معايا واحد دو مي غيف لي لا علاقه. المهم شنو نقول لكم، واحد الحاجه مستحيله وراها تقدري ديريها، يلا هو تشوفوا غادي تصدموا. المهم قبل غادي نمشيو ناكلو ولا نشوف شنو نديرو. يلا البنات حنا رحنا في ارجنتي، المهم راه صحابنا راهم اللور ما كنصورهمش بيان سور، وانا مراد هنايا كنختاروا، المهم كل واحد كيختار في الاخر ديالو. غادي نمشيو نجلسو، منين نجلسو ونشوفكم من بعد. المهم غادي تشوفوني وغادي نوري لكم لا سبريز وديك الشيء كله. ويلا المهم غزولات، من بعد ما كلينا وكل شيء هي هذه البلاصه اللي جينا لها. المهم هذا يلا كنقلبوا على بلاصه بيان سور، مي هو راه كبير الدخله ديالو من الجهه الاخرى. المهم غادي نوري لكم كل شيء. البلاصه سميتها ايروكارت، فريمون فيها بزاف د الحاجات اللي غادي تشوفوهم معايا. ها نتوما في الفيديو تكتشفوا معايا شنو جينا ندير. صاحبنا كيقلب على بلاصه حتى هما، مشينا لماكدو كلينا، الحمد لله وصلنا هنا في ساعه، بدات كضرب الشتاء لي فوالا بدات كضرب الشتاء. المهم غادي ندخلوا دابا البنات وغادي نبدا نصور لكم مني غادي ندخلوا ونعرفوا كيفاش ونعطيو لهم الكبابط ديالنا. والمهم خاصنا نكونوا لابسين سبورتيف باسكو هاد البلاصه ما عندي ما نقول لكم. المهم جلسوا معايا غادي تشوفوا كل شيء ان شاء الله. يلا حبايبي كتكم نورمال وسمي كفاره سي مون جون اكزاكتومون. فوالا البنات حنا دخلنا، المهم فين كاين ديك البلاصه احنا دخلنا فيها، ودابا رحنا كندوزو لاكاي باش نانسكريو، ما نقدرش ناخذ لكم صحابنا. فوالا المهم لاصال بحال هكذا، واحد التجربه اللي غنديروها البنات ما تصوروش، راه ليه في ليكرو ما غاديش يبان لكم، مي غادي نوريها لكم اون ديريكت. يلا غزولات غادي نكملوا هنايا وانا معكم. فوالا البنات رحنا سوق بلاس، بغيت نوريكم باللي رحنا سوق بلاس، كاين عندهم با مال دو تروك. كومو يسابيل كومو يسابيل ديجا كارتين؟ نو سي با الكارتين، لا بلاس اه ايرو كارت. ايرو كارت اه وي لي كري بارتو. المهم هاد البلاصه سميتها ايرو كارت، غتكتبوها بحال هكا، راه هي في ارجنتي. ايرو كارت بحال هيدايا راها في ارجنتي البنات، مي فريمون مانيفيك. عندهم با مال دي زاكتيفيتي البنات، منهم با مال دو تروك، حنا ندير واحد الحاجه اللي ما تصوروهاش. وعندهم بيان سو كارتينغ، كان ايفيتي باش ناخذ صحابنا كارتينغ بحال هكذايا، هو ما نديروهش اليوم كارتينغ، ما نديروش بلكي نديرو شي حاجات اللي ولا في الخيال فريمون. مي جادور لو كارتينغ فن، شتو جادور جادور. هلا غنوريكم داك الساع كلشي كلشي غادي تشوفوا معايا، مي سي مانيفيك جادور. شوفوا اللي كتكاسي الصون بلي بس
هنايا البنات الاخر باش نحيدوا الحوايج ونحطوهم يا بخي باش ندخلو نديرو اي كارت شوت ليبر عارفه شنو هاد شوت ليبر من بعد لا ريجي بير مي سي تري 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 اكسيتي سي ان اكسبيريونس مانيفايك مانيفايك البنات فوالا دخلنا للدريسين كتختار هنا عندهم لي تايكبار فوالا غادي نلبسو غادي نلبسو ها وي افيك لي شوسيور On y va. C'est comme ça, c'est bon. Et après, on a pris. Oui, normalement, on l'a chargé. On monte, gars. On dit que les choses sont bien. Moi, je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Parce que je suis là. Je suis là. Je suis maximum de points, je crois, si 120. Allez, je vois rien. Trop de lumière. Ah ok, non mais c'est elle attache bien. Et de trois pardon, c'est juste que sur le banc vous verrez rien à part un trou noir. Ah ok, d'accord. En fait, c'est comme vous voulez, mais par contre on n'est pas responsable si le 21 et 120 ne pourra pas y aller. Ok, d'accord. Allez, bon, merci. Alors c'est moi. Pour la position, vous allez vous transformer en banane à l'intérieur. Ok. En gros, on va essayer d'arquer notre corps pour que le banc il vienne glisser une petite. Devant le visage, posé sur l'air, les bras ça donne ça. Donc là, on voit qu'ils sont vraiment devant la tête. Et quand on me regarde en face, ils sont à la hauteur du visage. Okay, on évite de les avoir trop au-dessus ou trop en dessous. Comme ça, c'est nickel. De toute façon, je pourrais les dire à l'intérieur du lycée, monter les bras. Et puis pour les jambes, on a cette position. En gros, plus les jambes avancent, on va avancer, et plus elles sont pliées, plus on va reculer. Il va falloir trouver une sorte d'entre-deux un petit peu à l'intérieur. Mais n'hésitez pas à tomber. Ok, ça marche? Ça va tout le monde? Alors, si au début il y a des petits soucis au niveau de la position, c'est pas très grave. Moi je serai là du coup pour vous aider à prendre la bonne position avec en communiquant avec vous, avec des signes des gestes. Je ne peux pas vous parler à l'intérieur parce qu'il y a beaucoup de vent, on communique avec des signes. Il y a quatre signes qui sont faire. Le premier, ça va être celui-ci. Alors, on imagine que mes deux doigts, c'est vos deux jambes. Si j'ai les deux doigts tendus, ça veut dire tendre les jambes. Ok, ça va? Le montre. Vous avez les jambes qui sont un peu pliées. Vous faites le signe comme ça, tendre les jambes devant vous. Et là, on va venir tendre les jambes. Tant que je fais le signe, on continue à tendre. Ça va? Je vais vous faire un petit check quand c'est bon. Et là, vous. Et à l'inverse, ce signe-là, on plie un petit peu. D'accord? Alors ça ne sert à rien de faire le robot du style on, off, comme ça. On va tout doucement à l'intérieur. Ok? Et puis après, il y a ce signe-là. Ça veut juste dire lever la tête. Comme ça, vous regardez bien devant vous. Et le dernier, c'est celui-ci. Ça veut dire on se détend. Ok? Ça va être vraiment le plus important à l'intérieur. On y va tranquille. Ça marche, on va se poser sur un coussin d'aile et on se laisse faire, on se laisse porter par là. On s'est bien resté là à l'intérieur. Ça marche? Et je vais un petit peu bouger la position de mon bras aussi pendant le vol. Je vais vous montrer avec les bras ce que vous devrez faire.
avec l'air tout de suite, ça arrête bien, quoi. Ouais, exactement. Donc ça va être assez sensible, mais de toute façon, je vous tiens. Mmh. Et je vais anticiper, moi, vos mouvements à chaque fois. Mmh. Et c'est pour vous aider que vous bougez les bras. Mmh. C'est pas pour que vous fassiez n'importe quoi à l'intérieur. Mmh. Et puis, pareil, pour avancer ou reculer les bras. Tac, tac. Ok ? Alors, du coup, vous trois, vous allez venir à côté de moi. Levez-vous et on va prendre la position de vol. Alors, mettez-vous juste à côté. Non, non, le petit. Ok. Alors, rêve. On pousse sur le bassin. On relève la tête et on place les bras au-dessus du visage. Hop, regarde. Et tu lèves bien la tête. C'est super. C'est bon, c'est ça. Parfait. Allez, ça. Vous avez vu la position qu'ils avaient? C'est la même que moi parce que c'est professionnel. Non, sans déconner, ça va être la position qu'on va avoir pour rentrer dans la soufflerie. Okay, donc on va prendre la position de vol en étant debout. On va se mettre dans le cadre de la porte. On pousse sur le bassin. On lève la tête. Le bras au-dessus du visage. Bien relâché. Et on se fait basculer en avant. Quand on bascule en avant, on va venir rentrer dans le flux d'air. Moi, je vais vous accompagner au début, je vais vous tenir. Vous ferez les petits signes si besoin, prendre les jambes, puis les prendre la tête. Et puis, quand ça commence à aller, je passe devant vous, et puis je vous lâche, si ça va. Ok ? Si je vous lâche, vous n'hésitez pas à stresser comme ça. Okay ? Au contraire, on va compter que ça veut dire que c'est top. Ça marche ? À la moitié du vol, à peu près, je vais reprendre votre côté. On va faire un petit tour en haut de la soufflerie. Pendant ce passage-là, on pense bien juste à garder une belle position. Et puis, une fois qu'on sera descendu, si on a encore du temps pour voler, on continuera à voler. Je vous accompagne trois petits trucs à l'intérieur, tout en un maintenant. Mettez l'on va prendre votre tête pour tourner sur vous-même, par un 360. On va juste jouer avec les bras et les épaules. On sent comme ça. Ok ? Alors, ça ne sert à rien de commencer à souffler avec le bassin. Ok, ça marche ? D'accord. Voilà. Et puis, pour la sortie, vous êtes toujours en position de vol. Je vous accompagne jusqu'à la porte. Une fois que vous êtes calé devant la porte, on attrape les mains en rentre avec les mains. Ou on vient tirer sur les bras. Et on met les pieds sur terre. D'accord. Ok ? Ça va, pas de questions ? C'est bon ? Oui ? C'est tout le temps. Ça, c'est bien. Vraiment notre position de vol. Tout le temps, pendant 2 minutes. Qu'est-ce que je voulais dire? Dans la soufflerie, on ne fait pas de figure, tonneau, vrille, salto, interdit. Et pour ce qui est du filet qui se trouve en bas, si pendant le vol on descend un petit peu et qu'on arrive sur le filet, laissez votre ventre au-dessus, hein, il n'y aura pas de mal. On compte bien garder la position de vol et l'interdiction de se repousser ou d'attraper le filet. Okay, là j'ai pris ma position de vol et là je mets. C'est bon? C'est tout bon pour tout le monde? Ok. La bombelle. Mmh. Ça, oui. Et c'est facile à expliquer, mais après, pas pratiquer, c'est ça. Alors, j'ai une petite faille à vous faire signer, c'est pour ce qu'on a dit pendant le briefing. C'est juste pour dire que vous avez bien assisté au brief. Il faudra marquer son nom, son prénom, moniteur tiers, les initiales dans le encadré, date et signature. Là, c'est la fiche pour les aides. Je ne sais pas, je ne le vois pas. Il y a quelqu'un là-haut, mais je ne vois pas. Elle est là. Oui. Ça ? Ouais. Qui le veut ? Merci. À la fin, on va te regarder là. Non, non, non. Le général a dit qu'on a fait un peu de choses. On va te faire un peu de choses. En tout cas, on va te faire un peu de choses. On va te faire un peu de choses. On va te faire un peu de choses. Attends, je le vois, voilà, qui dit comme coco. Il m'a dit qu'il dira, malheureusement, il m'a 220 kilos. Il a dépassé le truc. En tout cas, il va te dire, on a un ou l'ashab. Malina, moi, il m'a dit qu'il comme quelque chose, ça c'est sûr. Il m'a dit qu'il dira de l'expérience, mais non, qu'il brille. Les casques et tout. Attends, on a le chien. Tiens, bon, bon. Pour les oreilles. Les gars, vous pouvez vous retirer les masques à partir de là. Ok. Moi, Brésil, d'abord, qui a tout le temps, je vais vous recouvrir le loup. Et après, qui a tout le temps, il faut là. Moi, je vais vous dire le casque.
بحال هذا كيركبوا لكم باش تشوفوا واش سي تو فا بيان لا تنيو من عاود لكم كومبينيزون سبيسيال À l'intérieur, ouais, c'est mieux. Et là, pour l'instant, oui, si vous voulez encore respirer, gardez la visière ouverte. Thank you.
الحلوات ديالي. المهم من بعد ما شفتوني انا كنطير حلم رجع حقيقه. حاجه واعره البنات، انا كنصحكم مليون في المية. هذه صاحبتنا، هذه صديقه ديالنا. المهم راه دخلت هنا، نقدر نصورها هكا، هيدا ما كتبانش تو. شنو نقول لكم البنات؟ سي ميو دو بروفيتي دو لا في او ماكسيموم. شويه الحياه، شويه الدنيا، وشويه الاخره، وشويه بنادم الحياه، كنقولوا الدار لي زيكونومي، حاجه بحال هكا، ولكن ماشي كو لي زيكونومي، اولا كو حاجه الماكله الماكله الماكله، ولا حاجه بحال هكا. دي فوا الانسان بروفيتي دو لا في، يعيش تجارب اللي ما كيتخيلش انه يديرهم، يعاشر الناس اللي كيعطيو له طاقه انه يدير حاجات اللي زوينين، عاوتاني عاش الناس اللي كيفشلوه. يا صديقتنا فريمون قالت لمده الضحك اللي زوينه كاع هي ملي كيطلعك الفوق وكيهبطك بواحد السرعه، نتوما ما كتحسوش اكزاكت شنو كيدير. مي فريمون غنقول لكم، كيكونوا عندك واحد ديغيلي غيلي في لو فونتر فو بوفي با ايماجيني. وقلت لكم كيف كتشوفوا جوج دقائق كدوز دغيا، كتشوفوا هنايا دغيا كيدوز دغيا كملت. مي حنايا اللي كنكونوا تما لانتيغيور كيكون دايز علينا اعوام. المهم مورا درا الفوق الا كتشوفوا التريكو الكري وكيصور حتى هو بالتليفون ديالو. الو سيتي فريمون ماجيك. شنقول لكم فريمون واحد التجربه اللي كنصحكم ديروها كامله. دابا المهم هنايا صحتنا، وغادي نوري لكم عاوتاني لا بارتي اخرى اللي كان فيها الصديق ديالنا. فريمون غادي تشوفوا اكوا اونصومبل وكيفاش غادي تكونوا كتحسوا زعما فريمون فريمون زوين. وكنتمنى تجربوها، كدير لينا كوكو، كنتمنى تجربوها من كل قلبي باسكو ان اكسبيريونس مانيفيك. وتجيبوا لها وليداتكم ا بارتير دو 8 طون، فو بوفي لو فير فريمون زوينه. بقاو حتى الاخر باش تعرفوا كاع لي زانفورماسيون لاتمينا تو 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 تو. المهم غزولات ديالي غادي تكونوا كتشوفوني انايا لتحت كنصورها انا والصديق ديال مراد السين، صديق العائله يعني، كنقول رسينين هادو هما صحاب. فوالا المهم علينا، عجبنا الحال بزاف. كيف شفتوا راه دغيا راهي جوج دقائق، ولكن فريمون ملي كتكوني اون طران دو لو فير. شفتوا راه ديجا خرجت، يعني انا من هنا كنت كنبين لكم التصوير ديالي، وكنبين لكم مره مره التصوير د مراد من الفوق، حيت استعملنا بلوزو كاميرا بلوزو تليفون باش هكذا كنخرج لكم اكزاكتومون كيفاش كيبان لكم الحاجه. وحتى هما ملي يتفرجوا في لا فيديو غادي يعجب لهم الحال بزاف. فريمون كيف قلت لكم كنحاول، هما ما عندهمش المشكل يبينوا، غير انا ما بقيتش كنبين الناس اللي عندي عزاز اولا الناس اللي بغيت نحافظ عليهم في حياتي. من الاحسن ما يبقاوش يبانوا من غير الناس اللي ديجا راهم كيبانوا ديجا في في, في هذا، بحال صاحبتي لطيفه باغ اكزومبل حيت عندها يوتيوب قديمه. فوالا غزولات ديالي سينو. المهم دابا غادي نخليكم مع الفيديو اللي فيها صاحبنا اللي فريمون فيها الريسات في هذيك، خليكم معنا. J'étais seule, alors on était vraiment dilués. Parce qu'elle ne peut pas se lâcher, elle n'a pas le droit de venir. Wow.
Marcher, regarde, voilà. Aïe, aïe, aïe. Tellement t'étais léger. Là, il est pas bien, là. Respire, respire. حبيباتي حبيبات ديالي، شاو يجيب لنا شي حاجه ناكلوها. المهم هنايا غير صديقتي غادي نحط اوفاز ليها باش ما تبانش ناريش. غادي نقول لكم دوزناها ولا في الاحلام، فريمون سي ان ميور مومون دوزتو في حياتي اليومين هذا، زعما نتاع شي حاجه واحد ليكسبيريونس لي مانيفيك. اسي باقي راني في ليتا دو شوك نتاع داكشي، باسكو فريمون كنهبط لي ديك اللعبه على عينيا. مي جيتي اون تران دي كري كوم اون مالاد، مي صديقه ديال صاحب مراد اي تو، فريمون كانت كتكري ولكن عينيها محلوه اللي كتبروفيتي بلو مومو. فريمون كان زوين زوين سي سامفي دلا بين على مراد باسكو ما يقدرش يديرها، باسكو عندهم جوسك 120 كيلو فوق من 120 كيلو ما تقدرش ديريها فوالا، ولكن فريمون سي سوبر واحد ليكسبيريونس اللي امبوسيبل ديريها فشي بلاصه ولا من غير انك خاصك تمشي للفضاء، يعني فريمون صافي بليزير. المهم بالنسبه للغوج على بالي كو جو بورت اجوردي سي هذا ديال هدى بيوتي، جو في ميم لو ميتر حيت مع الكاسك وكلشي كلشي كيطاير. غنعمل لاباك ديالي اي تو باسكو تما كتبي ديك علي بيجو، جبرتوني كنلبس لي بيجو ديالي اي تو. المهم لو براسلي اللي كتسولوني عليه راه عندي في لو سيت، هذا نتاع ايدن راه كاين عندي في لو سيت ديال بورتي. فريمون واحد لو سنتيمون ما نعاود لكمش. اوكي لا لا سي سافا باسكو جو لي بلو ديجا. Ah, c'est pour ça que je suis la ramener ici. Cocktail sans alcool. حيت مشاو للبار باش ياخذوا شي حاجه، هنايا عندهم امتي باغ. باغ ماشي البار ديال هاد البار، الباغ زعما بنات اللي في البلاد يصحاب لهم كندا لهم على البار، سي جوست فين كيبيعوا لي بواسون كيتسمى بالبار. بغيت نعقدها مي ما نعرفش نعقدها بوحدي، نبقى معاها النهار كله. المهم غزالاتي غادي نشوفكم دابا شويه تهلاو. يلا حبيباتي نشوفكم من بعد، بيزو لي فيسي. سا هذا هو الايروكارت من الاكستيريور سي سا لي مانيفيك اليا ارجنتي بوفي فينير ايسي بور بروفيتي دو مومون. يو يو
الزوينات ديالي يلاه جيت معكم فريمون من البارح ما عاد شعلت الكاميرا فريمون جيت ترو ترو اكسيتي ودوزت نهار فريمون بيان 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 وكنصح اي انسان ولا اي مخلوق داز من هاد القناه ديال حنان شانيل كنصحكم مليون في المية تقلبوا في البلاصه فين راكم على بلاصه بحال هكا باسكو فريمون غادي تدوزي فيه احسن نهار في حياتك اولا احسن جوج دقائق في حياتك مع الاحباب ولا مع الاصحاب اللي راكي تحبيهم ولو حتى مع بوحديتك يعني انت وراسك باسكو ديك ليكسبيريونس اصلا كديريها انت بوحدك الوغ صراحه يا غيانا ديغ ما لقيتش لي مول اللي غادي نقول المهم علينا بالنسبه للاكتيفيتي ما عطيتكم لا ثمن لا والو وقلت لكم في البدايه ديال الفيديو بلي غادي نمشي للارجنتي الوريقات اللي كيعطيونا هما هادو ياك اير كارت ايرو كارت ايرو كارت كيعطوك هاد لي كارت اصبع اين فوا كتدخلي الا كنتي غادي دير هاد الشوت ليبر سميتها شوت ليبر هو هذاك انك كتحلقين في الفضاء هو داك نتاع ملي كيكونوا الناس في الفضاء وكيبانوا كيحلقوا هكاك بوحديتهم حيت كيكون ما كاينش الضغط ولا كاين الضغط بالعكس وخيلا كيكون كاين الضغط المهم الهواء ما كيكونش بحال ديالنا الوغ على داكشي كيكون واحد الضغط اللي كيرفدهم با سي لا ميم سي لو ميم سونتيمون كتحسي به بحال هكا كتسهري وكتدوري الوغ فوالا ومني كتدخلي باش ديري هاد شوت ليب عندك هاد الورقه الاول مني كتدخلي هاد ايغو كارت هادي سميتها ايغو كارت البلاصه وراه هي في ارجنتي ما عرفتش لادريس اكزاكت غادي ندير لكم كلشي لي زانفيك لي زانفورماسيون بوكو لي فلو رجعت فلو المهم لي زانفورماسيون غادي نديرهم لكم في لا بار دانفو و فوالا نكحز لكم ما نبانش انايا كيعطيو لك هنايا تعمري فيه لا دات نتاع النهار لونتربريز اولا نون ديكيب او دو لونتربريز السميه اللي بغيتو ديرو حنا درنا حنان شانيل كيف شفتوها المهم الايميل دات دونيسونس كتعمري كاع هادشي وكتقراي هادشي وكديري لا دات هنايا وكتسيني هنايا يعني كاع الا كيسولوك على دي بروبليم دو سونتي ولا حاجه بحال هكا اون سي جامي وهنايا كي دي زانفورماسيون هكا كيقولوا لك كيفاش تكوني لابوز ديالك اون بلوس دو سا ce qui m'a intéressé de plus ou annak quand tu remplis ça après qu'il y a un monsieur qui كون هو اللي كيجيري كنت من داخل كيف غادي تكونوا شفتوا في لا فيديو ملي كان كيحركنا هو اللي طلعنا هو اللي كيهبطنا بالنسبه للناس اللي اول مره غيديروا شي شوت لي بحال هكذا صحابنا اللي كانوا معنا هما ديجا داروا ديك شوت دو كيسميتو هذاك الزمر مني كيكون داكشي نتاع السما كتلاحي من الطياره وكديري ديك اللعيبه مي ماشي داروها من الطياره وي بالطياره باسكو علاش كان معاهم ولكن واحد السيد اللي كيشدهم يعني هو الفوق وهما من هنا يعني فوالا داروها ديجا مي حنايا ما عمرنا درتها انايا عمرني درت هذاك لو شوت هذاك يعني شوت لي بوحتى هما راه شدهم عادي ولو عندهم شويه ديكسبيريونس في شي حاجه بحال هكذاك مي لا سي ديفيرونس با باغي يعني تما كتبداي انت ديريكت هما كيرفدك ديك الهواء مهم شنو اخو اللي بغيت نقول لكم قبل ما كديري هادشي كيدخلك واحد المسيو كيدخلوا لواحد الكلاس وراني صورت لكم تما كيبقى يشرح لكم لابوز باش تبداو مني تدخلوا من ديك الباب كيفاش خاصكم ديروا لابوز ديال البنان كيفاش خاصك تطلقي رجليك وتجمعيهم شويه وعاوتاني تطلقيهم واليدين عاوتاني تضغطي وترفعي على حساب على حسب كيفاش ولكن ملي كتكوني سو بلاصه راه كتستريسي ما كتبقايش تفكري لا تضغطي ولا ديري ملي كان كيشرح كنقولوا اوكي داكور ساي سي سامبل اي تو مي ملي كتكوني سو بلاص تو طون ريان كتكوني ستريسي كتكوني كتغوتي ما كيسمعك حتى حد مي فريمون واحد ليكسبيريونس ما نعاود لكمش هو نورمال ما عرفتش كيفاش مولفيني تو مي حنايا يعني vraiment واعره pour tout le monde راني صورت لكم ابري يعني صورت لكم قبل ما ندخل هنايا وصورت لكم من بعد صحابنا ملي دخلوا من بعد مني المهم با مال و vraiment c'était super مزيان اي جو ils étaient super sympa الاستقبال ديالهم زوين السيد اللي كان كيشرح لنا مزيان il explique tout bien et prend soin qui a un colo ماشي ils s'en foutent ولا حاجه نو دو تو يعني كي اوكوبيو بيك او ماكسيموم صراحه جي ادوري لوغ طراي وكلشي وما ندمتش انني مشيت المهم البنات بور لي تاريف جو فو تي اونكور بور لي تاريف ما عرفتش واش مكتوبين هنا ما مكتوبينش هنايا لي تاريف المهم هو هاد اللعبه هادي نتاع الطيران كديريها جوج دقائق
بابلوس حيت اصلا ملي كتكوني فيها داخل كيعجبك الحال ولكن مومون دوني لو كور ديالك يل بو با سوبورتي بلوس كو 2 مينوت هادي سي سور باسكو علاش كيكون واحد الضغط على الجسم ديالك كتحسي ملي كتخرجي كتحسي رجلك ما بقاوش رافدينك وكتحسي لحمك كان مشدود يعني بحال اللحم ديالك كانت مجبده شي حاجه وتحيدات اون فادير بحال ملي كديري القبص القبص ديال اليد ولا الجبص كل واحد كيسميه المهم ملي كديريه هي بغي كتحيديه كتحسي واحد الحاجه بيزا في يديك بحال الحكام بحال ميتما ماشي الحكام بالعكس كتحسي بلحمك مزير بحال اللي درتي له الشد اولا درتي شي عمليه ديال الخصم ديال الخصم ديال فقد الدهون ولا كي كيقولوا لها و كوا اونكور المهم 2 مينوت با بلوس وفي ديك جوج دقائق البنات الثمن ديالها 60 اورو بصح كاين شي بنات اللي يقولوا 60 اورو لجوج دقائق يعني ماشي 10 دقائق ماشي هادي يعني جوج دقائق البنات كيف كتحسبوهم الناس اللي كيتفرجوا فيك من برا راه كيف كيشوفوك داخله كيشوفوك خارجه داك الساعه جوست ابري ديك جوج دقائق صافي كيشوفوك خارجه ما كيحسوش بها كاع كيقولوا ها سي دغيا مي انت ملي كتكوني على الانتيريور كدوز عليك اعوام سي سوبر بيان ولكن عاوتاني سي سوبر فاتيغون وكتحسي براسك بلي درتيها بلوزور فوا ما عرفتش كتحسي براسك بلي درتيها بزاف ما عرفتش كتكون القوه ما عندكش الوغ يعني ديك 2 مينوت راه هما ماشي جاوا داروها الوغ ديك 2 مينوت هي اكزاكتومون لا 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 لوطو اكزاكت هي لوطو اكزاكت باش تاريتيها يعني فريمون كالكولاو ديك الشيء مزيان و 2 مينوت سي سوفيزون باش انك تبروفيتي بديك لا جورني وتبقى لك هنايا حياتك كامله فريمون ان اكسبيريونس دو مالاد جو ندي سام يديرها باسكو اي لوغا ايمي غادي يحمق عليها مي سام الى 3 اون ادمي الوغ اون اتوندو يدير داك 8 سنين الدراري 8 سنين الي اوتوريزي وبالنسبه الى عندك شي ام مالادي ولا شي حاجه سا جو سي با يا اون اوتر فوي هنايا اللي كي اكسبليكي شي حاجات ما عرفتش واش تشوفوا ديروا اي غوكارت سوغ انترنيت المهم غادي تلقاو لي زانفورماسيون ديالهم في لا بار دانفو انسينيفو سور لو سيت سينو في التليفون ديالهم النيميرو دو تليفون ديالهم راه سي عندي كيف لو سيت راه عندهم عندي كيف لو سيت سي كوا سا اونكور اوبليغاتوار بور توت بيرسون اجي دو 60 ans شنو لي اوبليغاتوار بالنسبه للناس اللي عندهم اكثر من 60 اكثر من 60 عام وباغيين يديروا هاد ليكسبيريونس باسكو كاينين الناس اللي عندهم 60 عام ولكن باقي جون وباقي عايش الحياه ديالهم ايتو والناس اللي عندهم 60 عام وباغيين يديروا هادي يعني ضروري ما يمشيو عند الطبيب ديالهم اللي كيعرف الصحه ديالهم ويهضروا معاه يقولوا لهم بغينا نديروا شوت ليبغ شنو ها شنو ها شنو وداك ساعتي غادي يوريو لكم يقول لكم واش ايه ولا لا واش مسموح ولا لا سينو الناس اللي عندهم القلب وعندهم لي بومون النفس يعني العصم حتى هما خاصهم يشوفوا واش سي انتيردي باسكو بوتيتغ يكون انتيردي المهم غونسينيفو اما الناس اللي ما عندهم حتى حاجه يعني بحالنا الحمد لله تقدروا تمشيو فونسي وعيشوا هاد لو مومون باسكو فريمون يا غيان دو شير دو لا في باش تباسي واحد لا جورني ولا واحد جوج دقائق في حياتك اللي غادي يبدلوا لك الحياه ديالك باسكو كي شكون اللي فينا ما كيحلمش انه يطير مره شي مره شكون اللي فينا ما كيحلمش انه يطير ويغاردي دي فوتو لي فوتو دايور كيحطوا لكم لا فيديو نتاع الطيران ديالك حتى الا ما كنتيش مع شي حد اللي غيصورك لا فيديو ديال الطيران ديالك دو لانتيغيور دو لا بيس الوغ سي ديفيرو على ليكستيريور ماشي بحال اللي شفتوها عندي انايا مي انا جي اوسي دي فيديو سي سا جي اوسي دي فيديو على لانتيغيور دو لا بيس سي سا bah oui j'ai aussi des vidéos حيت si vous voulez savoir بلي هاد التجربه كانت واعره و خدينا فيها ديك شتو لا فيديو كتسوى 19 اورو لا فيديو و 5 اورو لا فوتو الو خدينا لي دو لي 3 اون فيت حنا كنا اربعه بينا فهمتوا يعني خدينا كلي واحد مي فيه ديالنا حنا بربعه داك الساعه غادي نصيفطو لصحابنا مي فيه حنايا بربعه تصاور او لي فيديو باسكو سي سوفينير ما غاديش نعاود لها ان دوزيام جوغ ولا ما غاديش تجيني بحال الا ولا كنت سبيسيال نمشي باش نديرها عاوتاني بواحد لافاسون مع ناس اخرين ولا حاجه مي فريمون سي تجربه ديال حياتك كوا المره الاخرى تبغي ديري شوت من الطياره ان شاء الله الا زعمتي صراحه ما عندي الزعامه حتى لهاد الدرجه مي اون فيغا الا كان معاك السيد اللي غادي يشدك ايتو اوكي يمكن نزعمو لها بوركوا نو ولكن المهم بور لانسو درنا هادي ديجا با مال جي رياليزي مون غيف المهم غزولات ديالي فريمون كانت اكسبيريونس واعره مي يا بوكو دي غيف اللي باغي نرياليزيهم من هذا النوع يعني من الحاجات اللي كي كنقول انا مستحيله نديرها مي ا مومون دوني كتلقاي راسك بروش كتقولي بوكو انا
فهمتوا؟ يعني بحال هاد الطيران هذا كان فريمون سي مون غيف نطير شي نهار بحال صام بعد المره كيقول لك جو فولي فولي بحال سبايدرمان ولا حاجه بحال هكا. الوغ هو غادي رياليزيها ان شاء الله يا ربي الا بقينا في الحياه غادي نديه من يدير ويتو ضروري ضروري نديوه فين ما كان هاد شوت ليبر سواء هذا سواء كنا في شي بلاصه اخرى المهم ضروري غادي يديرها ويرياليزي لو غيف ديالو. مراد كذلك خاصو يدير شويه د الريجيم ويرياليزي لو غيف ديالو سينو هما خاصو يزيدو في لي كيلو. بقينا كنضحكوا البارح مي اللي تي دوغيو تي مسكي قال لك جي السم مي فوالا ما علينا المهم دوزناها مزيان وكيف كيقول هو مدامتي دوزتيها مزيان يعني حتى انا راني بحال اللي دوزتها انايا وفوالا المهم جو كرو جي تو اكسبليكي ما مشيتش ندوز غير وقيتها زوينه وتقولي لي حنان انت بارطاجيتي معنا وما عطيتينا حتى شي معلومه بالعكس المعلومات كاملين كنضرهم عندكم. بالنسبه لادريس البنات غادي تلقاوها في صندوق الوصف ما نقدرش نقول لكم هكا حيت ما عارفاش مي غادي نشوفوا في لوسيت ان شاء الله ونحط لكم لادريس تليفون. بالنسبه لي زانفورماسيون اللي بغيتو غادي تكتبوا info@aerocart.fr فوالا غادي تلقاو كلشي المهم في صندوق الوصف باش هكا تدخلوا ديريكت وهادو الوريقات اللي عطاو المورد باش يعمر على ود شوت ليبر وما عمرهاش باسكو هو ما غاديش يدير وخليتها عندي باش نعطيكم اكوا رونسوم مني كتدخلي فوالا هذا ما كان الغزوله ديالي وصافي و سيتي ان اكسبيريونس دو مالاد ونا باسي ان تري بيل جورني البارح مع لي زامي وان شاء الله اونلوفرا دي زوتر جور. المهم دو طوزون طو الانسان يخلي وقيت لراسو ولو الخدمه ولو الاشغال انسان يدوز ويحيد لا فاتيك ديالو في حاجه زوينه. كثرت عليكم الهضره بزاف حيت وحشتكم و تو سامبلومون بغيت نعطيكم كاع المعلومات وما نخليكم ناقصين من والو و سي با فيني ان شاء الله درنا اوتخ شوز ما مشيناش تما بيان سو على ود جوج دقائق وصافي درنا اوتخ شوز مي ان شاء الله غادي تشوفوا في الفيديو ديال غدا حاجه اللي عاوتاني حاجه تنسك في حاجه وغتشوفوا معايا با مال دو تروك غدا ان شاء الله وكنبغيكم بزاف اي ريستي كونيكتي و ابوني فو الا كنتو باقي ما دايريش ابوني وما تنساوش الانستغرام ديالي اللي هو حنان شانيل و لو سيت بيان سور لو سيت ديالي دو لاسي انوكسيدابل دي بيجو اي تو نيزيتي با راه في صندوق الوصف حتى هو اللي بغات شي حاجه كاين دي نوفوتي كاين تو و فوالا نقول لكم نشوفكم ان شاء الله غدا فيديو جديده. موح عليكم باي باي تهلاو لي براسكم باي باي.